أصدرت محكمة العدل الأوروبية اليوم حكمها بشأن طعون إلغاء قرار المجلس الأوروبي بشأن اتفاقيات الزراعة والصيد البحري مع المغرب. المحكمة قررت إلغاء الاتفاق مع الاحتفاظ بأثره في الوقت الراهن من أجل عدم التأثير على الأداء الخارجي للاتحاد الأوروبي والالتزامات الدولية للاتحاد الأوروبي. المحكمة الأوروبية فسرت القرار الذي لن يكون له أثر فوري على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بكون إلغائه الفوري ستكون له عواقب وخيمة على السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وسيعرض للخطر أمنه القانوني والتزاماته الدولية.